لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة. وغادي نمشيو لأولى فقرتنا، شهوات لالا مولاتي عند الشيف حفيدة زمراني من مكناس، ونتعرفوا على الاقتراحات المتنوعة والمميزة في نفس الوقت اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير شيف حفيدة. صباح الخير لالا زناء. لاباس عليك؟ على خير؟ لالا يخطيك، توحشتك بزاف. وشي مزيان؟ لاباس، الله يطول لي عمرك. بارك الحمد لله، الله يبارك فيك. صباحك مبروك علينا وعليك حبيبة، وعودة سعيدة ان شاء الله، وموسم جديد وسنة سعيدة هجرية ليك والأمة الإسلامية يا ربي. آمين إن شاء الله، وكل الطاقم ديال ميد راديو. مرحبا بسلامك، شكرا لك بزاف، تبارك الله عليك، وتحية كبيرة لك. شكرا، والصراحة سعيدة جدا بلقائك بك يعني مرة أخرى وفي هالتواصل، وإن شاء الله نتمنى نبقاو دائما على تواصل، ومرحبا بك إن شاء الله. الله يكرمك العلا خطك، أنا توحشتك والله. الله يبارك فيك، شكرا. الله يكرمك. كنقدم التحية ديالي لجميع المستفيدات ديالي بجمعية الهدى، وكنتمنوا موسم إن شاء الله جديد وكله خير ولجميع الناس إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله بتسير الجميع. تفضلي. يا ربي نبداو على بركة الله. نعطيو اقتراحات خاصة للأمهات ولداتهم. نبداو بخبز ديال ساندويتش، كيجي رطب وزوين، وهذا ديرو كأساس تعمرو باش ما بغات. المقادير: 400 غرام ديال الفينو طحين ديال الزرع، 200 غرام ديال الفرز، جوج معالق كبار سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الدار، كتبقى حسب الطقس، يعني الا كان الحال بارد غنزيدو شويه. عندنا خماره حمراء، كاس حليب ديال دافي ديال ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت المليحه. عندنا 200 غرام ديال الماء دافي، المهم حتى تيجمع لنا الخليط وتيكون رطب. ندوزو الطريقة. كنخلطو كلشي وكنخليوها تخمر، من بعد كنخرجو منها الهواء، كنديرو من داك الخليط ديالنا كويرات، كنغطيوهم ببلاستيكا وكنخليوهم حتى هما يرتاحو شوية. من بعد لا سناء كناخدو كورة كنبسطوها بالتلاك على شكل بيضاوي، وكنطويوها على نفسها بحال الرولو، وكتعطينا شكل باقيطة. ايه الطويه ديما كنحاولوا الطويه تكون لتحت. كنحطوهم في اللاطه، كندهنوهم بخليط ديال الحليب بودره مخلط مع شويه ديال الحليب سائل، ما يكونش جاري، يعني يكون الخليط عندنا شويه ما ثقيل ما جاري، وكندهنوا هاد الباكيطات كيعطيونا واحد اللون ذهبي زوين. كنخليهم عاوتاني يخمروا وكندخلهم للفران، والعافيه كتكون متوسطه، يجيو رطب وزوينين. ممكن السيده تخزنهم في المجمد فوق ما بغات، كتجبدهم كتحلهم من الوسط، كدير الوليدات لادان فيمي فرماج الخاص، المهم كيبقى الحشو اختياري كيديهم معاهم المدرسه وكيجيو ساهلين. ايه فعلا، الله يعطيك الصحه. الله يطول لي عمرك. ندوزو نعطيك الباتي بالدجاج. ايه واخا. عندنا فيه صدر ديال الدجاجه كامل يكون مطحون، معلقه كبيره ديال المركز ديال الطماطم كتبقى اختياريه ولكن كتجي بنينه. عندنا بيضه، جوج معالق كبار ديال لاشابلور، شويه ديال المعدنوس، وعندنا واحد البصيله صغيره، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه. ايه تنزربش. لا لا شويه باش نعطي بزاف. واخا ان شاء الله يكون خير. تفضلي. الله يطول عمرك. نعاود المقادير. يلا تفضلي. هذا الباتي ديال الدجاج حتى هو مزيان الوليدات وكيصبر في الصراحه، كيجي زوين. وما يعني دابا ما خصهم شي حاجه اللي غتسخن في المدرسه، اللي كيكون عندهم لو كونتيني، يعني كتدير البواط ديالها سخين تكل، يعني تكل فوقتها. عندنا صدر ديال الدجاج كامل مطحون، معلقه كبيره ديال مركز طماطم كتبقى اختياريه، واحد بيضه، جوج معالق كبار ديال لاشابلور، شويه ديال المعدنوس، واحد البصله صغيره، وشويه ديال البزار، شويه ديال الملح. واحد المعلومه دازت لي فراسي باش ما ننساش، عندنا يعني ديما في الدجاج، ديما في الكفته، ديما في هاد الاشياء ديال اللحوم، الا بغيناها تجينا رطبه كنشويوها ولا كندخلوها للفران كتقول لك راه كتجيني ناشفه. ايه هاد لاشابلو لالسان هو اللي كيخلي الرطوبيه، كتبقى لنا ديك داكشي كيبقى لنا كيبقى فتي. واخا كيبقى فتي. عندنا في الطريقه كناخذوا الاله الكهربائيه، كنوضعوا فيها ديك البصيله ديالنا، داك شويه ديال المعدنوس، وكنطحنوهم بجوج. من بعد
كنصبوهم على داك الدجاج اللي كنكونوا طحنينو، كنزيدوا عليهم مركز ديال الطماطم هنا دوك جوج معالق كبار ديال لاشابلور، وديك البيضه، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وكنخلطوا كل شيء بيدينا باش كتنسجم العناصر. من هذاك الماء اللي كيطلق لينا البصله كيكون زوين، هو حتى هو كيفتي لينا الباتي ديالنا. واخا. من بعد كناخذوا المول ديال الدجاج طويل فاش كنديروا الكيك، ولا اي مول بغات السيده ممكن حتى الا بغات هذا كيدخل في الغال ديال الكيك ديال الدجاج، بغات تيكون طويل او تيكون دائري، بغات ديرها حتى في ديك المقله ديال الحرشه الثقيله ديرها، غير المهم غتجي دائريه تقطع مقطعات. واخا. الطويل كيجينا كارويات، كنغلفوها بالورق الخاص باش كندخلوهم للفران، وكنصبوا فيها الخليط ديالنا، وكنسرحوا مزيان الظهر ديالو بمعلقه باش تيجينا مقاد. الا كان الفران كهربائي كندخلوه على 180 درجه حتى تينشف، والا كان الفران ديال الغاز حتى هو غير تكون العافيه شويه ما تكونش مجهده. ومره مره كنحلو كندخلو السكين في منو، غير تنخرجوا السكين ناشف بحال شكل الكيك، تنعرفوا بانه وجد. صافي هاد عاوتاني حتى هو كنخزنوه اما في الكونجيلاتور او لتحت، هذا الا صبر بعدا ما كيخليوش الوليده. فعلا ما كيخليوش هادشي اللي كاين. اييه. ما كيخليوش. صافي كتقطعوا مربعات وكترافقوا يعني بخضار صوتي للوليده. اييه مع الخس الخيار ولا غيره من الخضره. فعلا البروكلي. اييه الله يعطيك الصحه. الله يطول لي عمرك. ندوزوا الكشر بالدجاج والزيتون كيجي رائع. اييه. كناخذوا صدر ديال الدجاج او الكفته اللي بغات. كنديروا التحميره حسب اللون. عندنا عندنا الملحه حتى هي حسب الذوق. عندنا جوج معالق كبار ديال مركز الطماطم، هذه الا بغات ديك لا كولور اللي كيبغيو الوليدات، بغات تجي بيض ديروا ما ديرهاش خليه كيجي بيض. عندنا معلقه كبيره ديال الكمون، جوج دريسات ديال الثومه، نص معلقه صغيره ديال البزار ما كنكثروش، ثلاثه ديال البيضات، ثلاثه ديال المعالق كبار عامرين ديال الفرص، وعندنا شويه ديال الزيتون الخضر مقطع بلا عظم، نص كاس عنبه ديال الزيت نباتيه، وعندنا اربعه ديال الحبات ديال الفرماج مطبع. عندنا في هذا الكاشير ديال الدجاج والزيتون صدر ديال الدجاج او الكفته، تحميره حسب اللون، عندنا مليحه، جوج معالق كبار ديال مركز الطماطم كتكون اختياريه، معلقه كبيره ديال الكمون، جوج دريسات ديال الثوم، نص معلقه صغيره ديال الابزار، ثلاثه بيضات، ثلاثه المعالق كبار عامرين ديال الفرص، شويه الزيتون الخضر مقطع بلا عظم، نص كاس عنبه زيت نباتيه، وعندنا اربعه ديال الحبات ديال الفرماج. الطريقه كناخذوا الدجاج كنقطعوه قطع صغيره، وكنطحنوه في الطحانه الكهربائيه، وكنزيدوا لا لسنا كل العناصر الا الزيتون والفرماج. اييه. واللي عندها الروبو صغير تطحن غير الدجاج بوحديتو، ومن بعد عاد تزيد دوك المكونات تبدا تخلط بيديها مزيان باش تنسجم العناصر. في الاخر كنزيدوا الزيتون وكنزيدوا الفرماج مقطع. كناخذوا دوك الساشيات ديال سباكيتي. اييه. هادوك اللي تيكونوا كيكون فيهم الغلاف ديال سباكيتي. اييه. ما كنرميوهمش. أيه. كنبغي نستعمل سباكيتي ما كنحلهاش، كنحلها غير من الفوق. فعلا كتبقى لي ديك الخنيشه صاينه. كنديروا فيها شويه ديال الخليط، كنبداو نديروا الخليط شويه بشويه. وحنا كنبركو مزيان باش ما كيبقاش الهواء. صافي من بعد كنسدوها مزيان، وكنحطوها في كسكاس، وكنثقبوها شي ربعه ديال الثقيبات من الفوق بالكوردون، وكنخليوه يطيب. السمي كنشوفوه دراسه مره مره حتى هو كندخلو فيه السكين، الا خرج لنا ناشف هذا ما كنغطيوهش، كيبقى يعني الكسكاس كيبقى عريان من الفوق. اييه. مره مره كندخلو داك السكين، الا شفناه ناشف صافي راه كنعرفو بان الكاشير ديالنا وجد. وجد. اييه. كنخليوه يبرد، وكنزولوه من ديك الساشي ديال سباكيتي، وإلا بغينا إلا غنستهلكوه ديك الساعة كنستهلكوه، بغينا ضروري أننا كنغلفوه بالسلوفان وكندخلوه للثلاجة لتحت باش كيبقى لنا رطب وما كينشفش. أييه فعلا. هاد المقادير اللي عطيتك، إلا كان الكسكاس صغير أو خف السيدة دير جوج صاشيات ديال السباكيتي. تقسمو على جوج. تقسمو على جوج، تيجي صغير، ومهم غير وتسدها مزيان وتثقبها
راه كيجي رائع ملي كتقطعوا راه وريتك الصوره كيبانوا دوك القطع ديال الزيتون وديال ديال الفرماج ديال الفرماج. الفرماج غير مثلث ولا مربع يعني ماشي ياك الفرماج اللي بغات يعني غير الفرماج اللي كنهضروا عليه القطع الفرماج القطع واخ. ديال الفرماج اما مثلثه اما مربعه على حسب الرغبه وكنقطعوه حتى هو مربعات باش كيجيونا دوك دوك لي مورصويات في وسط الكاشير. ايه وديك الساعه يعني يديو مع وليدات ساندويتش هكا ديال الكاشير والخص ويعني على حسب داكشي اللي كيبغيو. يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله يطول عمرك نبقاو عاوتاني في شي واحد الوليدات. الوليدات ايه الرولي ديال الدجاج بالفرماج. فرماج ساندويتش كيجي حتى هو زوين. عندنا كالعادة صدر ديال الدجاج كنقطعوه قطع صغيرة وكنطحنوه في الروبو ديما نقطعوا الدجاج باش الروبو ديالنا ما يمي. كنزيدو جوج في صوص ديال الثوم كنحكوهم مليحه معدنوس مقطع رقيق جوج معالق كبار ديال لاشابلور بيضه ابزار سكينجبير بزايد لان الدجاج كيبغي سكينجبير ممكن نزيدو اي اعشاب منسيمه كيبغيوها الوليدات قطع ديال الفرماج ساندويتش. بالنسبه للرولي ديال الدجاج كنحتاجو صدر ديال الدجاج مقطع قطع صغار كنطحنوه في الروبو كنزيدو لومي كنطحنوه خارج الروبو كنزيدو جوج بصيصات ديال الثوم محكوكين مليحه حسب الذوق معدنوس يكون مقطع رقيق جوج معالق كبار ديال لاشابلور واحد بيضه ابزار سكينجبير بزايد ممكن اننا نزيدو اي اعشاب منسيمه كنبغيوها ولا كيبغيوها الوليدات وعندنا فرماج ساندويتش هاد الخليط لاله سناء كنقسموه على جوج كناخدو الفيل اليمونتيغ كنسرحوه فوق البوطاجي اللي غنخدمو فيه وكناخدو هاد الجزء الاول ديال الخليط كندهنو يدينا بالماء وكنبقاو نسرحوه فوق منه كنديروه على شكل مستطيل في الراس ديال داك المستطيل كنحطو جوج قطع ديال فرماج ساندويتش وحده 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 في الراس من بعد كنبقاو نلويو بحال شكل فقاس ايه كنلويو حنا كندفعو بداك داك الفرماج كندفعو بداك السلوفان باش كيعاوننا حنا كنزيرو حتى تنساليو مي كنساليو كنحصلو على واحد البودان هذاك البودان كنعاودو نلفوه بداك السلوفان اللي عندنا من التحت واخا كنشدوه مزيان ومن الجوانب بحال الكاشير كيف كان شكل ديال الكاشير ياك بحال هادي نيت كتعطينا جوج ديال لي رولو ايه حريبلات ايه واخا حسب الكسكاس صافي مي كنشدوه مزيان كنعاودو هذا اللي عندنا مشدود في الالمنتو كنعاودو نغلفوه عاوتاني بالبابي الومنيوم مزكش ايه كنشدوهم مزيان كنديروهم فوق الكسكاس وكنغطيوهم هذا ما كنثقبوه ما حتى حاجه واخا كنغطيوهم بالغطايه وكنخليوه 45 دقيقه ايه كافيه باش انه كيطيب بلا ما نقلبوه بلا ما والو من بعد كنحيدوهم داك الورق الالومنيوم ومسلوفان كنخليوه يبرد كناخذوا مقيله وكنديروا فيها الزبده من كدوب كنحطوا دوك لي بودان بجوج وكنبداو نحمروا فيهم الجوانب باش كيجيونا لحقاش الرولو ديما كيخصو يجينا محمر ايه محمر من الفوق مقرمش حتى تاخذ لنا اللون ذهبيه صافي كنخليوه يبرد مزيان علاش كنخليوه يبرد باش داك الفرماج مي كنجيو نقطعوه كيكون شي صراطو فعلا صافي كنبداو نقطعوه كيجينا هائل ايه نقدموه بحال هكا ولا ممكن كاع دوك العضومات ديال الدجاج اللي شاطونا كنصبو بهم هكا مع الجلبانه مع خيزو وكتكون مريقه خاته كنحطو دوك ريلولي ديال الدجاج وكنحطو الخضر في الجوانب او الخضر صوتي وكتجي وجبه متكامله لا لينا ولا للولاد اي لا الكبار ولا الصغار فعلا تبارك الله عليك الله يطول لي عمرك نبقاو في مع الوليدات نعطيك اقتراحات سهله يعني كناخدو غير دوك الحبات ديال الطوست المربعات كنزولو ليهم دوك الجوانب ديالها وكل مربع كنرققوه مزيان بالتلاك كناخدو كل مربع لاله سناء كندهنوه بالفرماج ديال الدهن وكنحط فوق منه واحد القطعه ديال لادان فيمي وكنرشب شويه ديال الفرماج الاحمر يكون محكوك وكنلوي هاد القطعه بحال السيكار حتى هي كنشدها وديك التحتانيه الا ما تشدتليش كندير فيها شويه ديال الفرماج ساندويتش اي باش يلصق باش كتلصق حتى تنسالي كنسالي كنمرمدوهم في الطحين وفي البيض وفي لاشابلور كنقليوهم كيجيو رائعين ايه واخا ممكن السيده تصايبهم وما تقليهمش خليهم في الكونجيلاتور حتى تبغي الصباح مثلا الوليد غادي تخرجوا توجدهم توجدهم وحتى دوك الجوانب اللي تيشيطوا لاله سناء ما تفرطش فيهم يعني دير لهم حتى هما
الطحين والبيض والفرماج البيض ولا شابلو وتقليهم في الزيت كيجيو مع الكوتي زوينين بزاف. ايه فكره بصراحه. ايه يعني هذوك الجوانب ديال الطوست هو نحتفظوا بهم وديك الساعه ممكن نديروا اي يعني اعشاب منسمه هكا ولا مع هاد لا شابلور والبيض والدقيق. لا يعطيك الصحه فكره زوينه صراحه. كيجيو زوينين والله ما تشبعين كيجيو مقرمشين. زوينين انا كنهنا تعجبوني والله الا فكره زوينه بصح فكره زوينه. كتبقى تخبعهم كتقول غندير بهم لا شابلور وما كاينش الوقت وشي مرات كنرميوهم تحتفظ بهم سيده في الثلاجه تجبدهم دير لهم الطحين والبيض دير لهم لا شابلور وتقليهم في الزيت مع اتاي مع الكوتي تيجيو رائعين تشبعي منهم. واخا نبقاو نيت في الخبز ديال الطوست. هذه بيتزا بحال يعني هي سهله توجدها السيده دغيا دغيا الوليدات. عندنا كناخذوا دوك القطع ديال البانديمي كنخليهم نيت محتفظين بالجوانب ديالهم. كندهن كل قطعه بصلصه ديال الطماطم كنرش فوق منها شويه ديال الزعتر كنرش فوق منها الطون مصفي من الزيت او كفته مصهده او كروفيت مصهد. كنرمي القطع ديال الزيتون خضر مقطع كيكون عندنا حبات ديال الاسود بالعظم وكنرشها مزيان بالفرماج عاود من الفوق شويه ديال الحكه ديال الزعتر كندخلوها الفران تحمر ويذوب الفرماج كتجي بيتزا زوينه وسهله. ايه وسهله في نفس الوقت واقتصاديه. هادو كلهم صراحه اقتراحات اللي اختاريتي لنا اقتصاديين في متناول جميع الامهات يعني صدر ديال الدجاج يعني ساهل وممكن اننا نديرو به بزاف ديال الحويجات وننوعو هكا بالنسبه لهكا الوليدات شنو ممكن يديو معاهم من المدرسه. الله يطول لي عمرك. نعطيك واحد العصير فلون حتى هو كيجي زوين ديرو لهم في يعني في العلب ديالهم. كناخذو سيترو ديال الحليب وكنزيدو لواحد ساشي ديال الفلون الفاني وبعض المعالق كبار ديال السنيده صافي. كنطيبو الفلون ديالنا العادي كنديروه في شي اناء وكندخلوه للثلاجه يبرد. هذا الفلون العادي ديالنا. من بعد من تيبرد داك الفلون كنخرجوه كنديروه في الخلاط الكهربائي وكنزيدو له سترو ديال الحليب اخر واحد الياغورت ديال الفاني وكنطحنو كلشي كيجي عصير خاطر وزوين وزوين مهم زوين. ما لقيت ما نقول هذا. لا فعلا يعني ما كيبقاش غير فلون هكا جامد وانما كيطحن كيولي بحال المشروب اللي كيبغيو الوليدات. ديروا له شي علبانية ديال المشروب تحتفظ بها تيجي مذاق زوين بزاف. باقي كتزيدي عليه الا سمحتي ملي كطحني ملي كيبرد كطحني مع سترو د الحليب واحد ياغورت فاني ياك ذكرتي ياغورت. ياغورت فاني طحن هي دونك في المجموع عندنا يطرو ديال الحليب. يطرو الحليب اييه. باقي شويه دلوك. اييه واخا تفضلي. نعطيك كلك كان طلبات على الكريب الفرنسي الاصلي وكاين الكريب الماء سهل اللي بغيتي نعطيك. اييه تفضلي. نعطيك الكريب الفرنسي. يلا واخا هادو يعني بالمقادير مضبوطه واخا خفيف وكبحال ديال المطاعم. عندنا 160 غرام ديال الدقيق 50 غرام سنيده 40 غرام ديال الزبده حيوانيه النوع الجيد 4 البيضات ملح 500 غرام ديال الحليب وعندنا ساشي ديال الفاني ونص ساشيه. عندنا في الكريب الفرنسي الاصلي عندنا 160 غرام ديال الدقيق 50 غرام ديال سنيده 40 غرام ديال الزبده حيوانيه 4 ديال البيضات مليحه 500 غرام ديال الحليب وعندنا ساشيه ونص ديال الفاني. الطريقه كناخذوا ديك الزبده كنديروها في شي كاسرونه تذوب وحنا مقابلينها تتغير اللون ديالها للسانه ما تحرقش كتولي ذهبيه وكتطلق لنا واحد الريحه بحال نوازيت. من بعد كنمزجو دوك النواشف اللي عندنا الدقيق والسنيده والملحه وفي الخلاط كنديروا الحليب والبيض ولافاني كنزيدوا فوق منه داك النواشف اللي عندنا وكنخلطوا واحد جوج دقائق. من بعد عاد كنزيدوا الزبده مفهومه؟ مفهوم اييه. صافي كنخلطوا كل شيء مزيان وكنفرغوا الخليط وكنخليوه يرتاح ساعتين في وسط الثلاجه. من بعد كناخذوا مقيله خلاص ديالنا كنصبوا فيها مقدار ديال الخليط ومن الافضل نديروا شي كاس ولا مغرفه باش يجيونا نفس القياس. وكل ما نديروا كريبا ونطيبوها ونعاودوا نحيدوا نديروا كريبا اخرى نوقفوا درجه الحراره. هذه العمليه كتسمى ميتر لا بويل اون بوز. يعني ديما ديك باش ما كتجيناش وحده محمره من التحت وحده محروقه وحده ما يعني الكاسرون ديك المقله كتبقى ديما محافظه على نفس درجه الحراره.
اي مفهوم. ندير الكريبه ومن نزولها نحيد الكاسرون ديك المقله فوق النار وعاد نصب فوق منها الخليط خارج النار وعاد نحطها فوق النار. ايه فهمتيني؟ ايه ندوزو لديك الصلصه اللي مشهوره كتمشي معاها وكتكون في المطاعم كتكون جاريه شي شويه. ايه كناخذوا داك 200 غرام ديال الشوكولات المعروف باش كندهنوا به الكريب. بلا ما نقول الاسم. ايه معروف. ايه راه كيعجب الوليدات وكلشي يعني الكبار والصغار وكنستعملوا بزاف للدهن. كناخذوا 200 غرام منه. ايه وكنزيدوا له 100 غرام ديال الزيت العادي الم... اللي نور الشمس. انا قلت ايه ايه زيت نوار الشمس واخا زيت نوار الشمس. إيه؟ هادو بجوج بهم كنخلطهم فوق حمام ماري حتى تنسجموا مع بعضياتهم وكنديرهم في دوك القارورات ديال لاصوص. هذا هو باش كيجيهم جاري هو فعلا. ايه كيكون التكستور ديالو كتكون جاريه. يعني غير هذاك الشوكولات الدهن المعروف كناخذوا 200 غرام منه وكنخلطوه مع زيت نوار الشمس. شحال تقريبا قلتي لنا؟ 100 غرام. يعني النصف ديالو. داك السيده 100 غرام ديال الشوكولات المعروف دير 50 غرام. ايه يعني النصف ديالو. ويسخنوا في حمام مائي يعني حتى يسخنوا. ديك الساعه نحتفظوا به. نديروه بجوج بهم فوق حمام مريم حتى تيتخلطوا ما كيبقاش الزيت باين كيدخل في الشوكولات وتيجرى لنا. كنحطوه في دوك القارورات وكان ديال لاصوص فوق ما بغينا كتجينا سهله. ايه ما كيجمد ما حتى شي حاجه. هذا هو السر ديالو ديالنا كيكون قاصح في الدار وديال هذوك. صحيح فعلا. ومزيان لي مزيان لي حليتي هاد اللغز لانه فعلا بالنسبه لهذاك الشوكولات لي كريب يعني اللي كيتباعوا في المطاعم كيكون عندهم هذيك الصلصه كتكون مختلفه. وملي كتسوليهم يعني مثلا تيقول لك راه غير هذاك الشوكولات للدهن الو هذه الاضافه اللي كيزيدوا. صافي هذه عندنا. الله عليك الله يعطيك الصحه. يطول لي عمرك. هي هذه كيجينا زوين وتديك تديك العلبه كتدي لنا بزاف. ايه وديك الساعه حنا ممكن انه بحال هكا البيني شوكولات او لا غيره يعني بزاف الاضافات ممكن نزيدوا في هاد صلصه الشوكولات اللي ذكرتي. اي حاجه نعطيك الكريب ديال الماء بسرعه. واخا نختموا به تفضلي. يعني الاخر عطيته لك بالاصل ديالو. نعطيك أيه؟ الكريب العادي. عندنا بيضه قرصه ديال الملحه جوج معالق ديال سنيده كبار ثلاثه ديال معالق كبار ديال الزبده دايبه واحد فاني او قشور ديال الحامض جوج كيسان العنبه ديال الماء وكاس عنبه ديال الطحين وكنزيدو عليه معلقه كبيره عامره ديال الطحين. واخا نعاود ديال واحد بيضه قبيصه ديال الملح. إيه؟ جوج معالق كبار ديال سنيده ثلاثه المعالق كبار ديال الزبده دايبه واحد فاني او قشور الحامض جوج كيسان عنبه ديال الماء وكاس عنبه ديال الطحين زائد معلقه صغيره ديال الطحين تكون عامره معلقه كبيره عفوا معلقه كبيره تكون عامره. هادشي كلشي لالات انا كنخلطوه حتى هو في شي بانيو وعاد كندوزوه في الخلاط الكهربائي مزيان ما عدا الطحين. حتى تيتخلط لنا هادشي مزيان عاد كنبقاو نزيدو الطحين هو فوسط الخلاط الكهربائي. ونعاودو نخلطو مزيان كنصفيوه كنخليوه يرتاح حتى هو شويه وكنطيبوه بحال الطريقه الاخرى وكنديروا الصلصه. نعطيك واحد الصلصه حتى هي بسرعه ديال الشوكولاته ديال الشوكولاته اي حاجه لي كريب لي كيك المهم اي حاجه اي حاجه لي بانكيك. عندنا الصلصه كنديروا فيها كاس عنبه سنيده كاس عنبه ديال الماء كاس عنبه زيت جوج معالق كبار ديال الكاكاو مغربل وجوج معالق كبار عامرين ديال المايزينا عشرة ديال الحبات ديال الشوكولات اسود اللي كيتباع مربعات. ايه العادي العادي. ايه عندنا كاس عنبه سنيده كاس عنبه بالماء كاس عنبه زيت جوج معالق كبار ديال الكاكاو مغربل جوج معالق كبار عامرين ديال المايزينا 10 ديال الحبات ديال الشوكولات اسود مربعات. هادشي كلشي لاله انا كنديروه فوق النار لا عافيه يعني نديرو في حمام مائي إيه. ما خافتش ديرو غير هكاك لان راه فيه الماء وفيه الزيت ما تخافش من الشوكولات. صافي كنبداو نحركوه حتى حنا ما نغفلوش عليه لان فيه مايزينا كنبداو نحركوه حتى تنشوفوه بدا كيعقد شي شويه. من بعد كنزولوه من فوق النار كنخليوه يبرد وتا هو تنحتفظو به في شي علبه كنزينو به لي طارت نلصقو به الحلوى لي كاب كيك يعني اي حاجه بغيناها. ايه شويه اقتصاديه الله يعطيك الصحه.
تبارك الله عليك. والله ما سخينا بك وبالاقتراحات ديالك، غير ضيق الوقت وصافي. الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك الشيف حفيظه الزمراني، شكرا شكرا لك بزاف على كل هذه الاقتراحات المميزه اللي قدمتي لنا. ونبغي نقول للمستمعات ان شاء الله هذه الاقتراحات كلهم هالتسجيل غتلقاو التسجيل في موقع لالا بلوس بوان ام ا ابتداء من الوحده ان شاء الله، فبالمرفوقين بالصور، لانه بعثت لي بالصور يعني في الواتساب، فغادي يعني ريتما اننا نقادوا هاد الفيديو ديال التسجيل ديال الشيف حفيظه الزمراني مكناس، وهاد الاقتراحات مرفوقين بالصور يعني ابتداء من الوحده ان شاء الله. الا دخلتوا الموقع لالا بلوس بوان ام ا راه غادي تلقاو هاد الاقتراحات في الصفحه الرئيسيه، والا دخلتوا ليهم يعني غدا ولا بعده راه غادي تلقاوهم في حداك لالا بلوس يعني كارشيف، يعني غير وركو راه مكتوب غادي ندير حتى في العنوان غادي ندير الشيف حفيظه الزمراني باش تقلبوا بكل سهوله، لانه هادو اقتراحات نبغي انهم يبقاو في ارشيف ديال الموقع لالا بلوس باش الامهات تكون عندهم فرصه انه كل مره يدخلوا ويعني ويستافدوا من هذه الاقتراحات. بالنسبه للمستمعات يعني اللي ما عندهمش مع الانترنت او لا ما تيدخلوش او لا مازال ما متوفرش لهم الظروف انهم يعني يدخلوا الموقع او لا يدخلوا الانترنت، فان شاء الله غادي نعاودوا هذه الاقتراحات كل مره في الفقره يعني اللي كنقدم فيها اقتراحات، غادي يعني سجلتهم انا دابا، وغادي كل مره نعطيو اقتراح من الاقتراحات باش نعاودوا نذكروا بهم الامهات ويوجدوهم وليداتهم. فتبارك الله عليها يعني مشكوره جدا، اختارت اقتراحات اللي هما ساهلين بساط هما زوينين مميزين وفي نفس الوقت اقتصاديين، يعني جينا نحسبوا يعني المقادير في كل اقتراح يعني مقادير قليله، ستر ديال الدجاج يعني متوفر الثمن مناسب، وديك الساعه ممكن اننا نخدموا به بزاف ديال الاقتراحات وننوعوا كل مره ونحاولوا مثلا بالنسبه للامهات بالتحديد، لانه تبارك الله دابا من خلال البرنامج كنعطيو اقتراحات كنعطيو وصفات، ملي كتدخلوا مثلا الموقع لالا بلوس او لا غيره من في انترنت كتلقاو اقتراحات، وبالتالي الامهات كيحيروا يعني ممكن انه تصايب واحد الشيوه او واحد الوصفه بالنسبه للوليدات وتعجبهم يديوها معاهم مدرسه، ومن بعد دير اقتراحات اخرين، ملي تبغي تعاود ترجع لديك الوصفه تنساها، فتحاول مثلا وخاصه دابا مع يعني السنه الدراسيه ديال الاطفال نحاولوا مثلا ندير واحد الاجنده ما نديروش فيها كل الشيوات مثلا اللي كنقترحوا، لانه تبارك الله ومع بدايه البرنامج وحنا غاديين راه بزاف ديال الاجنده، فتختار مثلا واحد الاجنده اللي تكون صغيره واللي تحاول انه مثلا صايبات اقتراحات خاصة بالوليدات بالتحديد، ومثلا صايباتها وعجباتهم مثلا الوليدات، فتحاول انه يعني تسجلها في ديك الاجنده ودوز عاوتاني مده مثلا ديك الساعه كترجع بسهوله كترجع ليها، فاش يعني تحاول على الاقل تسجل واحد 10 حتى مثلا 20 يعني وصفات خاصة بالاطفال اللي ممكن انه غدي ويديوها معاهم مدرسة يعني باش يتغداو بها، وكل مرة غادي ترجع فغتلقى المقادير غتلقى الطريقة، وبهاد الطريقة ديك الساعة حتى الا تزاد شي اقتراحات اخرين كتبقى الامور يعني عادية، على الاقل كنرجعوا لهذيك لاجوندا مثلا وكنحاولوا. وبالنسبة اللي مولف التليفون راه ممكن انه هاد الوصفات يختارهم ويحاول انه يعقل عليهم هكا في التليفون يعني في لاجوندا ديال التليفون، فهذه طريقه سهله يعني غادي نجبدوا لاجوندا نديروها في المجر ديال الكوزينه. ديك الساعه كنبقاو غادي نهار اثنين شنو غنوجدوا، نهار ثلاثه شنو غنوجدوا، نهار الاربعاء، نهار الخميس، نهار الجمعه، كتجينا الامور سهله. وان شاء الله نزيدوا المزيد من الاقتراحات الخاصه بالاطفال. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي مستمعينا وغادي نرجعوا باش نقترح عليكم الاقتراحات الخاصه بالاطفال كيف ذكرت، وغادي نكملوا مع الاقتراحات ديال الشيف حفيظه الزمراني من مكناس، غادي نكملوا بالنسبه للوصفات الخاصه بالاطفال، وغادي نبداو بالاقتراح الاول اللي هو لي كروكيت بالبطاطا والفرماج.